تقرر تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية للدور الممتاز والتي كان مقررا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 من سبتمبر الجاري في دور 32 لدوري أبطال أفريقيا. كان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 24 موعدا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدا لمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا لموعد يحدد فيما بعد. يقص الزمالك شريط مواجهاته في مسابقة الدوري المصري للموسم الجديد 2022-2023 في 7 مساء اليوم عندما يحل ضيفا على بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي في مواجهة من العيار الثقيل لما تتسم به من قوة بين الفريقين. ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام أرتا سولر بطل جيبوتي بثنائية دون رد في الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وانتظم الزمالك بقيادة مديره الفني خوان كارلوس أسوريو في معسكر مغلق أمس الأربعاء استعدادا لمواجهة بيراميدز، وحرص أسوريو على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي خلال مباراة أرتا سولر الجيبوتي في الكونفدرالية الإفريقية. تنطلق اليوم مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي بمواجهة قوية لأندية صاحبة تاريخ عريق في القارة الأوروبية. ومن أبرز مباريات اليوم لقاء ليفربول الذي يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح، حيث سيحل ضيفا على الأسك لاينز النمساوي بملعب لينزر في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات المجموعات الخامسة التي تضم إلى جانب الثنائي كل من تولوز الفرنسي وسانت جلواز البلجيكي. ويشارك ليفربول في مسابقة الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ الموسم الأول للمدرب الألماني يورجن كلوب مع ريدز، ويسعى الفريق الإنجليزي للمنافسة على لقبه الأوروبي الرابع. تمكن فريق بايرن ميونخ الألماني من تحقيق الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي برباعية مقابل 3 أهداف ضمن فعاليات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا. بتلك النتيجة يتصدر بايرن المجموعة ب3 نقاط، يليه غالاتاساراي وكوبنهاجن بنقطة لكل منهما، فيما يأتي يونايتد رابعا بدون أي نقطة. كشف دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أنه أدرج بندا في عقد انتقال النجم هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني يسمح بإعادة شراء اللاعب. وأشارت وكالة الأنباء البريطانية بي إي ميديا إلى أن ليفي أدلى بهذا التصريح دون الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال منتدى للمشجعين. وأنهى هاري كين الهداف التاريخي لتوتنهام ارتباطا دام لعقدين مع النادي بالانتقال إلى بايرن ميونخ في أغسطس الماضي بعقد تبلغ قيمته نحو 10 مليون جنيه استرليني. قال بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أنه يعتقد أن رودريجو هو أفضل لاعب خط وسط في العالم، وذلك بعد أن قدم اللاعب عرضا مميزا آخر في المباراة أمام ريد ستار الصربي في دوري أبطال أوروبا. حصل رودريجو على لقب رجل المباراة، ويعتقد غوارديولا أنه لا يوجد لاعب أفضل منه في مركزه. وقال غوارديولا في تصريحات نشرها مانشستر سيتي عبر موقعها الرسمي: الآن نعم هو الأفضل، نتمنى أن يكون أفضل ويتطور لأنه لاعب وسط استثنائي. حققت سلمى علي بطلة البارا تايكوندو ذهبية بطولة الجائزة الكبرى فئة جي 6 والمقامة حاليا خلال الفترة من 20 إلى 24 من سبتمبر الجاري بمدينة فيراكروز بالمكسيك، وذلك بعد أن فازت في المباراة النهائية على بطلة منغوليا 3-2. وكانت سلمى علي قد فازت في دور 8 على لاعبة بريطانيا 2-16، ثم حققت الفوز على بطلة المكسيك في نصف النهائي بهدف
بهدفين أو باثنين مقابل لا شيء قبل أن تفوز في المباراة النهائية على بطلة منغوليا. وتعد بطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم إحدى المحطات الرئيسية للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024. مشاهدينا، ختام هذه النافذة الرياضية، والآن نعود مجددا لهذا الصباح لاستكمال ما تبقى من فقرات مع زميل رامي الحلواني. تفضل رامي. شكرا ليكي جاكلين.